في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة وخدمة صحية متميزة للمواطنين، تم الانتهاء من تطوير 47 مركز طب أسرة بمراكز وقرى محافظة الإسماعيلية لتنضم للهيئة العامة للرعاية الصحية. ويعد مركز طب الأسرة بمنطقة العريشة بالإسماعيلية أحد مراكز الرعاية الأولية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، التي تعد ثالثة محافظات المرحلة الأولى في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.